الحمد لله. قبل ما نروح مدام كريمة السيسي، مدام كريمة انت باش تعمل اعلان هكا؟ اي باش نعمل اعلان على واحد في الكرم اسمه رضا البحري، ولده على حسب ما هو يحكي ولده عنده رضا البحري، رضا البيجي مدام حسب المضمون. رضا البيجي هذايا فهمت، عنده ولده قال حرق في مش حرق في اللي العركه اللي صارت في الجربه فهمت، اللي ماتوا فيها البوليسيه. قال انا عندي ولدي بوليس مات في الحرقه هذيا، تصدم على ولده ولا يشرب في سبيريتو ودخل في حاله استريه، وقاعدين نشوفوا نحبوا العائله نتاعو. انا مشيت الحنبال ما لقيتش حتى حد، وعندي امل ان شاء الله حد من الحنبال. قالوا لي عندنا نطلع اعلان تو كان هك خذاو نمرويا، وقالوا تو نمشيو نشوفوه على الحاله هذيك. هو مشكلته يحب يرجع لفاميلته فهمت، هو ضايع ولا ما فهمتش مدام؟ ماهوش ضايع، هو جاي مصدوم معناها من الكرم، وجاي قعد شارب للكول ويشرب للكول. علاش يشرب للكول حسب رايك انت خدم موقف شويه؟ لانه مقهور على ولده. انسان كيبدا واحد يموت ما نزيدوش عليه، نخف عليه مش نزيدو نهلكوه فهم. بالنسبه لي هو انا حبي انا سخفني انا مال اخويا كي لا قدر الله يمرض هكاك لوحو ما لوحوش. احنا تعلمنا في دار عمتي كي واحد كبير، علمتنا عمتي ربيتنا هكاك تربيه، كي واحد يكبر ما لوحوشي معناها فهمت، عمره ما يتلوح معناها فهمت. حبيت انا نجي نعمل عليه الاعلان خاطر قال لي عندي خواتي وعندي خويا فهمت، وبالنسبه للجيران عندي جارتي صح ليا معناها اميري وصح ليا هي انا وياه لي انا نعمل في الخير فهمت. انا وياكم الصحه ناس اخرين فهمت. الحاكم البارح جاب له العشاء دوريه نتاع المرسى، جابوا له العشاء وشافوه قال هذاك كياس الحاكم. اليوم الصباح في الشارع هو توا يبيت في الشارع، هو يعيش في الشارع ما كانش عندنا بالكل ما كانش عندنا في حومتنا الجمله يعيش بحذل البلديه. جبت له انا جريه وحطيت له زوز فرارش نحوهم له ودبروا له الملاحف ودبروا له الجريري، وفما ناس تجيب له عشاه، فما ولاد الباهي، فما الخايب راهو في البوسلسله، فما عبيد تحن عليه وفما عبيد تكرهه فهمت. حبيت انا نعمل نداء معناها المضمون هذايا نتاعو هو طلعوه له، طلعوا له شو اسمه ذاك مش معتمد العمده، والعمده قال لي دبرت له خدمه وهو عمره 70 سنه باش يخدم في المرمى. سامحني جاوبني انت على قد السؤال، يعني هو عمره 70 سنه باش يخدم في المرمى هو ما عادش فيه، لانه للكل اثر له على راسه ويحب، قال نحب اختي ولا اخويا فهمت، وهبطني على باش بحال الازرق ما جاوبونيش، وهبطته على الباش نتاع صديقي احمد ما جاوبش. قلت خانيني نزيد نحاول، ما انا برغم اللي عندي مشاكل قلت هو الاول علاش، لان الحمد لله ربي انا ما حشتي حتى شيء منه، حشتي نعمل الخير لربي. الدنيا هذيا ماهيش باش تدومني فهمت، وبالنسبه لعباد اخرين عملوا هو باش يحكي قصته حتى باش كي تشوفوه انتم ولا تحكيوا معاه يحكي لكم كل شيء. معناه هو معروف كان يخدم في الطابق عساس، المراه هذيا اللي كان عندها سافرت باش تبيع دارها بزوز مليارات، يخدم هنا في العاصمه معناها في تونس، يخدم في الطابق كان فهمت، والمراه سافرت والمفتاح نتاعو ضاع والكوماند نتاع الباب اللي تهز ضاعت. ما حبيناش احنا نعملوا من راسنا كما قالت المراه نمشي نكسروا ديار الناس وندخلوه، يلزم المول هي اللي تجي تحل الباب وتدخلوا خاطر هي عطاتو بيت، وقالت له انا كي نبيع داري نقد لك فمك ونقول لها يا مدام مش فايده في الفم، كي تبيع دارك اعمل له حتى بيت يقعد فيها يكرد فيها راسه. هو كان يخدم عساس، كان يخدم عساس وكان لاباس عليه يحكي هو خاطر احنا ما نعرفوش يحكي هو، قال سافرت ودر مدام خاطر انت قلت لي راهو جاي من جربه، مش من جربه من الكرم، من الكرم هذيا معروف من الكرم، حتى الحويت معناه حتى الحويت عرفوا. اي خاطر قلت لي عنده ولده ولده تحرق في الحرقه هذيا الاخرانيه بوليس على حسب ما هو يحكي في الحرقه ما يرهيب ما هو البوليسيه تحارب في الارهاب
هي ما سمعتوش عليها نتاع معنا ما ماهيش حتى نتاع حريق ما نعرفش. قال عندي ولدي على حسب ما هو يحكي راهو مات في الحرقه هذيا، مش يحرق معناها في البابور. بوليس ولده بالنجوم، حتى كي هبط واحد بوليس توفى ولده مات، حتى كي واحد جينا بوليس غادي في بوصلته معروف يعني معروف، حتى أكد المعلومة ذي أنه ولده عوض. الجميع اللي بحذي السبيطار البوليسية قالوا لي كان يطلع الرجل ذي من البلاصة ذي راهو صحيحة الحكاية، معناها فهمت احنا شخصرنا منجي نجيوه ونشوفوه ويحكينا. انت مدام انت قلت لي مصدمة معناها قاف الشارع، لكن هو مش مصدمة حسب ما حكيت انه نسي المفتاح وبتاع الدار لا هو انسان ظهر ما يكذبش، انا نعرف نعرف البي والخايب ما يكذبش، يقول الحقيقة يحكي كل يوم يبكي على ولده. يعني مدام مثل الموضوع انه هل هو مصدمة خرج للشارع ولا مش معناها هو نسي المفتاح وصارت الحكاية؟ هو مصدمة متاع ولده قاف الشارع ويشرب الالكول. شنو حكايه المفتاح اللي قلت فيه؟ والله عنده ساك ريتها انا بالضبط، وريت المفتاح الكوماند وريت كل شيء. وقت اللي جبت له انا العشاء انا ما تقصرش، الطنجره تيب بيه ولا بلاش. انا صبح نعمل له قهوه وناخذ له كاباكيت، كي نروح من الخدمه نطيب العشاء ونهز له هو الاول ونهز له بيب زناء. كل يوم نفس الريتم هذاك، فهمت؟ هو بيدو يقول لي ما عادش طيب، ما انا مانيش طمع فيه. نقول له يا بابا راهو انا مانيش طامعة فيه وانا نحب نعمل لله، فهمت؟ صح نحب نعمل لربي، فهمت؟ مانيش حتى شيء، الحمد لله يا ربي لكن الحمد والشكر، فهمت؟ الانسان هذايا هو علاش يشرب الكول؟ خاطر فقد الذاكره، حتى باش يمشي قال لي مالا روح، قال لي حبيت نمشي للكرم باش نشوف دار بنتي ولا دار ولادي، هما قلقين مني فادين مني ما يحبونيش، خذوا لي فلوسي 70 مليون ما يكذبش، انا حسيتهم يكذبش، خذوا له فلوسه وطيشوه في الشارع. راجل كبير 70 سنة كيكة حرام في الصمش، العبيد حنوا عليه. فما امرأة عطاته فليجة يرحم والديها، وفما امرأة فما واحد عطاها مراول، فما واحد عطاها شليكة، يعني حنين عليه، فهمت؟ كي لقاوه غاديكا في بوصلصة يعاونوا فيه كل يحبوا يخرجوه من البقعة هذيك. المعتمد نتاع بوصلصة قالوا هز دبش وكل شيء نقل من غادي. باش نقول لك يا سيد سيد العمدة ماهيش بلاستيك، هذيك بلاستيك الحاكم كياس الحاكم، رد بالك تغلط مع انا ما نحبش فينا. وصلت عملت علي عركه في الحومه، لانه الرجل هذيا وقف معاه شكور، وقف معاه عم الطاهر الدريجي اللي حلوا داره، هو الوحيد في الحومه اللي حلوا داره باش يعطيه استديو يسكن غادي. جماعه الحومه قالك ليه يعمل لنا الريحه ويموت لنا لهنا ونقعدوا احنا واحلين، عملت خرجوا عاركوا الراجل، عاركوه الراجل ولا خايف الراجل. قال لي بغضوني يا كريمه، قال لي راهو بغضوني للجري. قلت له يبغضوك انت باش تعمل لربي، ما باش تعمل اللي هما كان باش تقعد تبع الجيران دارك تتخرب. مدام باش خلي لك كلمه الختام، انت طالبه اللي اي حد من عائله سي رضا البيجي يتصل بيه ويجي لبوه، معناها موجود في الكرم. اي نحب خوه ولا اخته، ونقول لكم كان عندكم واحد من العائلة أماني فرحكم، هو موجود في بوصلصة بحذا العمدة بحذا البلدية بوصلصة مطيش في الشارع، أرحمه باش ربي يرحمكم. كان جيت الدنيا هكايا راهي لبس عليها البلاد، راهي لبس عليها. أعملوا الخير يا ولاد بوصلصة، يا نساء تاع بوصلصة، يا رجال تاع بوصلصة، راهو كي تعملوا الشر وأقسموا بالله العظيم نتفرج فيكم بعينيا ونشمت فيكم. سي رضا البيجي من مواليد 1955. أي ما عملوا له شيء، حبينا نهزوه، هو شهريته 400، حبينا نهزوه لدار المسلمين، ما حبوش يطلعوا له خاطر ضاعت له بطاقة تعريف. نحب نعمل نداء، نحب نخدم في بلاصة أخرى، ونعطي تليفوني، وحبيت نوري اللي أنا ما نكذبش نمشي قد قد، مشيت للسبيطار اليوم، وخذيت الورقة هذه نتاع الدواء، وخذيت هذايا الراديون نتاع ظهري، راديون نتاع ظهري، أنا ننتقد على غالب. هذا الراديو نتاع ظهري، معناها باش نعمل راديون على ظهري، شوفوا لي بالضبط شنو عندي بالضبط، معناها فهمت؟ حبيت نمرو يا اهوا خاطرني انا مانيش حفظته. 20 369 541 20 369 541. نحب نخدم عند ناس باهية تعرف ربي، يكونوا ما ياكلوش العرق العباد. الخدمة مدام يعني في معينة منزلية. معينة منزلية أما في بلايص أخرين. إي معناها
في بلاصه اخرى عند ناس باهيه، عند ناس تعرف ربي، مش تاكل عرق العبي واللي كليلي عرقي نبحيه ربي. وشكرا.